دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا منى شرقاوي عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير منى. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا هدير. احنا عارفين ان في جزء من المدارس ابتدت، فبالتبعيه خلاص ابتدى يبقى في زحام مروري. يمكن من الاسبوع الجاي هنلاقي بقى ازدحام مروري شديد مع دخول كل المدارس. خلينا نتعرف دلوقتي على التفاصيل. اهلا بكل مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. نبتدي على طول مع بعض جولتنا من القاهرة. هنبتدي من كوبري 15 مايو. احنا شايفين سيولة مرورية نسبية. لو بصينا عند الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية بسيطة خالص، هتزيد مع بعض المتجه لاتجاه ميدان التحرير، وكمان في بعض الكثافات للي هيكمل لغاية طريق المعادي وحلوان. ولو بصينا على طريق الاوتوستراد هنلاقي في الاتجاه اللي جاي من مناطق التبين واتجاه مناطق المعادي هنلاقيه مغلق، وفي تحويل لحركة المرور للاتجاه الآخر. خلينا نبص في اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس. احنا شايفين كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر ولغاية نزلة غمرة والعباسية. أما اللي هيتجه لشارع بورسعيد للشرابية والزاوية الحمراء وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأميرية والعكس هيلاقي كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي. حابين نوضح لحضراتكم ان الاداره العامه للمرور اعلنت ان الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي بيتطلب تخفيف احمال المرور، وده بغلق مطلع كوبري المشير شارع التسعين بالطريق الدائري وللجاي من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالاضافه لغلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائري للي جاي من مناطق المعادي ولمده شهرين، وده معلن من قبل الاداره العامه للمرور. خلينا نستكمل جولتنا ونروح مع بعض الجيزة. هنشوف مع بعض كثافات بسيطة على طريق المحور للي جاي لميدان لبنان بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق اللي هيتجه لأكتوبر. احنا شايفين سيولة مرورية. خلينا نبص كده على محور صفت اللبن اللي بيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن لو رحنا في اتجاه شارع الحرم هنلاقي بعض الكثافات البسيطة في مناطق مشعل، وكمان كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. برضو حابين نعرف حضراتكم أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عملية غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. الغلق طبعا بداية من تقاطع شارع الهرم مع شارع المستشفى ولغاية طريق المريوطية وبطول 375 متر، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية اللي برضو أعلنت عنها إدارة العامة للمرور. خلينا ننتقل للإسماعيلية. اللي رايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي احنا شايفين سيولة كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة، واللي متجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية للطريق هنشوف احنا دلوقتي الطريق كويس جدا ما فيهوش أي مشاكل، لكن هنلاقي بعض الكثافات البسيطة عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. لو بصينا على الشوارع الداخلية للإسماعيلية احنا شايفين سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم. احنا شايفين السيولة تامة ما فيهاش مشاكل إلا بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر أبدا على حركة الطريق. خلينا نشوف اللي رايح لبورسعيد. احنا شايفين سيولة مرورية تامة في طريق الإسماعيلية بورسعيد. احنا عندنا الخريطة مكسوبة باللون الأخضر فما عندناش فيها أي مشاكل. خلينا نتحول بقى من منطقة القناة لجنوب الصعيد ونوصل لمحافظة سوهاج. احنا وصلنا بالفعل لسوهاج وهنبتدي فيها محطة قطار سوهاج. الطريق احنا شايفين بيشهد كثافات بسيطة نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط بين عدة طرق رئيسية. احنا شايفين كله فيه سيولة مرورية. في بعض الكثافات البسيطة أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، وفي كثافة نسبية، وفي كمان عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. ممكن نلاقي كثافات تانية بسيطة أكيد هتزيد مع الوقت في ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ولو بصينا أخيرا على طريق أسوان الزراعي الغربي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة. بكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم يعني توقع مبدئي للمرور في مختلف المحافظات. نروح على طول لمصطفى وهدير ونبتدي معاهم اخبارنا. اتفضل. شكرا. شكرا.